بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تبعنا ونحسن أخيار تيد أو داشة قيمة بدن تلفيشك قرنك سومالي لان برنامج كان أيان كوية جنا مناسبة آدو قيمة بدن ولو قبتي إنك بدن بقول يصدن شغالها الدولة أو بدن أو كقل ينشبيه محد كتوبرك شغالها الدولة ومدو صد حسن دودة وحبرني مناسبة داس أو شادوك قدوسيي مدحوينك حقينك جمهورية سومالي لان أهنا كسمها مدحوينها مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي وأكسو قيب قلين وسيرها وسيردها وحبر الشضة maaliyada arimaha gudaha gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo madax badan barnaamijkan ayaan ku eegaynaa munaasabadii hadalladii laga soo jeediyay iyo waliba sidee munaasabadaasi u qabsoontay idil ahaantiinba daawasho wacan oo wanaagsan بروفيسور مقاسمها محد كشغالها بروفيسور محمد محل بغره وإذا كورد ونك المدرسة تردارا كهيدا كوها بغنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت حقا كوها بغيرا أن يقوم هذا الضوء لحوين الفيال سيريا بيه يقول شدي أنك ربس إنسان بسوء كبتان مرتقات هي على ليلة للنبي هي حين أن نقرأ غيب أشار هاي حتى إذا نقل تبين إسم مانتا هذا كان لنا الغلط مهدان بتكون رقمي بولد إنه وسيت هذا وهاوي هي مفهوم هاي سوري قدومي هي تشغال اللغة ده سوى بيش بسي وانا ما تعرف اللغة ده هاي سوى بيش وانا اللغة مريانة هذا كان ما تصدو هارو شغال وحا قال التابين هي بوغور هي أفرطن بغض هي الشطن هي أفر شغال هذا وشغال هذا وانتو هيدين سجاشن اللي سوى السنة هيدين براكو ما كان حريان هو برايك هو هيلات هيلات دول هيلات دول كلمة صغيرة هيلات سوى سهيلة وهو من قطع صار سبع بشير يوم هاي فرصه وحريان هو هاي يوم حقا جبا غير طاير هو اللوغ اللي تون بس تيجا معك هو اللوغ اللي هو لأن قال هاي كبار هو سعد حتى مع تقول هذا اللي يقول مرة وحريان مع وحرمت كبرنت وقمت الفضة شقالها دول قمت مع تجرب على الواقع وسافر بس يندكك وحويه وحارته واحنا قد بدلوا وحويه اسا وصلنا هنا نشرح حويه ان الغطاء حارون والحديات الى هاي لها رصاص صارت شقاله تغير او بدل ترى شقاله حفيصه ها وحرم مرينا وغير حرم مرينا وحوي الى دما شقاله دوله تصوبه او هير هير كاسينو هير في غاغاما في دي لوادي في دي الى هير كاسينو ا مكان وحويه هنيله يا مواطن مع التهيب أولا بدل بوغاري إلا أن تجري تجري الزروفات إلا ضروري لا إلا أن تجري مع الضغلوة ما كانت تسوط على الشقارة أو التوبرات التوبرات قاقابا وهم توبرات أفرقهم هي الشرية أفرق الشقارة دولة التوبرات بعدين وحكا التوبرات دبلوها لما بقول هي لما تنية ليه هي قليل جبيه التوبرات دقريقة سريعة هي قدولة دقريقة وحبوها هي قليل جبيه
صدح بقول يا فرطة ليه صدح مركز صدح بعد في هاي بعد الواء بعد جديد الواء بعد جديد صدحها مركز فرطة للسؤول بيوا صدح بقول يا فرطة ليه صدح أي قبل جديد وحوي ما مل مركز ما مل به معه ما مل تبعه كله وحوي وحوي معه فرطة أسد يسوع كان كل هاي هي بسقاه لكن سمي فرطة صدح لكن سو دقيقة والله السنة تعليم في السنة هو كتير أو ده تعليم على صلاة غير هذا هو كتير سنة سبعة كتير لا أنا كل يوم من بدون كل يوم ده ترى هي وجود كتير على يدي والله كتير كتير السنة هو كتير كتير طبعا سنة سبعة سنة كل ما هو حياة ولا حتى وحوي هو نوع حبس يا سيد ولا هي رقم مروها يعني قاطعة تومة مصبر كاتب دون كتير من الدنيا هي تشتغلون وزارتها وزارة الداخلية مالية أول يوم كده بورطة حلقة هي موضيف تضمن أنه بورطة إلى هاي مونسة في جفتة وحكي جفتة محو هاي وسارة البلاني كانت جفتة مركا بورطة حصلت بشيخة مامولا أنا قولت بودها مامولا هي برقرامية دي سيشي بقريتي ما هتقول اللي حريق للي هي هيدا جفتة هي لها وسارة معدد المواد دي جعص إذا كان يتوب يعني مالية يونيفرساتي هي يوانا مالية يتوب بس مونسة يونيفرساتي يوم توفي لها هي انت وحيد الله لها هي هو كان رأينا كواهو الله يحب لها وحيد الله معدو أسوسيشن قال لها أسوسيشن وطابق كان بابلي أمسيشن المجد هم تمامو كأيام يوم مارينتا هي أفريكا أسوسيشن قال سبب ومن بك يوم إنه لو قوصي نوح يقول ماما قصي إلا هدارة دولها لو قوصي يا قبي الروح هل معا تقود الروح أسوسيشن قولها هو تسكول ويتبع قولي إن الدولة حكومة من هو يسننا إلى القصي هذا سافر عبء ثانينا أنا برا أدير عم بعث من تاني القصي هذا ما حلو يا القصي صوته ما وجدت لي هاي نمشي شو نمشي هذيلا كل جميل الساعة كان كل جميل الساعة وحلاه كلمة دودي وحويا هذي أبا يلا شاب مطهر جاي ورقدي هو يسوع ودي جاي حفيد سافر سرر جماعة كوم وأحمر كان درسي أنتي وقتها يوصل سجين لما كب وسر ولامينو ما كان أي أنبوبيي العين سكين نتيجة امتحانات إني يد ما دوين كانت برين سين مدري صدق حسن هذا هاي وحن النش شغية إن 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 دم يستن كل كور يستن وحيل لا ينجح هذا وحبرشوا يجري جري ما ينجح من أرجالي ما ترى أتين ولقى يوصل خطر على إنسان شهادة إني تجري الكوبان وإني جدوسي طورو من أحمد الكريكا ولا هبالي 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 وحاول لا يبتع هبالي واحد كاليدين لهذا تريدوا ضيدين كلا شايفو أفضل يصدع محاوية بلغة المسل شكا لفرام المال المدي السيد السوالي إحنا يلامو أقاوتنا بسن سنوة الله أعطان يصغل تريدوا بدواية قام مركا وحن لله وحن لله وحن لله وحن جعله كلمة مهندقة إلهي ومهندقة إلهي ومهندقة المياه وهم مغينا كده وصلوا الجبينة وحوي وحرم هذا قيا ماذا حوينا هي ماذا حوينا الجبينة هي وسيط المياه ده وعقارات ما تصور صار معه مرة مرة قالوا كل فنان دقي مقرر ساي صوت عيو حصوقة أو مقرر ساي آت صوت وانا لا أفهم صحيح ما قلت على آت يروح الدغال وحوي وحوي وسيط المياه ده مش عمالة وانا هيسلك يعني سلي وبرهبيل هي وسيط مرتويل oo ahay UN DPO in xanaaga baxaysay fartaas ka loogu qalo inuu miisaaniyada sanadka loogu dayo oo isagu sii dhe Cabdi Axis Xaafar ma hadlo walaalaha ma tii hadduu la yahay sanadka Cabdi Axis ma ku jiraa waxa kale oo jira qosid mudan ee shaqaalaha wasaaradda daaxiliga oo iyaguna halkaa ka xusid doona marka dambe shaqaalaha wasaaradda nolosha ma tii ayuu bixiyay aadna loo shaqeeyay ولما حبيت لما أقول هذا الشهادة توصي دولها ويا جوانس الله وحاسة والموضوع شهادة والشهادة والموضوع شهادة توصي دولها شهادة أد جوانس الله يا أخوان ما حصلوا لهم هذا القيام بدون هذا الشغالة
إلهي السحر أيو وحضر البحياء هلا مركا أنت أودادو أي مدوه قابصو وحباء القبل كري ويدو قابتلا هو الله إلان متقن حكي ودى بيسيبه تاقلتا أي قلبه هدوه سنب إلهي وحرمه أي قولو ذهي قوشو حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرا ما في أبي إلهي أبو سيحة دبتي يبينتي يكتيتي بكبطي الياس يبو سكوتي أي نفسك إلهي قوش إلهي أبوتي وإلهي سبحانه وتعالى وديني ومدينو مركين سدب إلهي وحرنا بن آدم أباهم مينو مركين سدب إلهي وحرنا وحينا قمنا قد إلهي إحتى بن آدم كارحرا إلهي وقوف ضيني ومن يتق الله يسقه من حيث لا يقتصد ومن يتق الله يتعلمه مخرجا ويسقه من حيث لا يقتصد ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ وأمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله يا وزارة المالية سنة كوحي قيس الميزانية تتوسفيتيكا صورتك مهلا أشاري محتك أو أول هيئتها عالمي أي UNDP كاملة هاي أي وحوه هنا قلقة بنية ويجب فقرين جري وآلي آلي آلي آلم وغم حضقينه وحعالمه إن التروينه وكما حضقنا هيئتها عالمي وحفظ بين رسول بطي آلي آلي بكم هاسيهين آلي بكم هاسيهين صنعت كنت تقول سفوديك بلوغيسة أي نوشة أن توليزاني دعاني كنت جرين إنك وعلاقتين وحيا قيبك من سنة كنت تقول سفوديك وزارة المالية بحسين وحنا كنت تقول سنة كنت تقول سفوديك وحيدا بيه وإلا ما يسرع تقول سفوديك أنا أي دول اللوهي يسوهي فنكيسا سنوية لك أنا قلنا أنا قلنا إلهي لك أشرينا تيو بلخوية بلخوية وحيدي وزارة المالية وإلا أشرية بلخوية كنت تقول سفوديك oo walaa wasiirada ka gudbay 12 September oo walaa wasiirada horyaala waxa ku jira dhammaanba baahida maxad ku qabo ee awl ay dadka caawinteen ee hadaa caawinta ilaahayba nabaasi alxamdulillaah waxaan leenahay ilaah waa muhiim haddana sida oo kale xabarta ka jira dhismaha xafiisyada hay'adda shaqaalaha oo maxad ku dhaliyaa dadka rumeyahay ayaa isagana ismo wanaagsan labada preshan ee tuma qowlisa isagana ay badka ku jirtaa walaalayaal esa oo kale da waxyaabo badan oo ama jaamacadaha la xiriira ama iskuuladeena la xiriira xagga tacliinta la xiriira maadaama in tuuno goob tacliimeed maanta oo inuu ka hadlayno dhalinyaro daltirisay iyo dad runtii waxbartay waxa wasaaradda maaliyadu sanad walba wax ka kabtaa dhammaanba jaamacadaheena in ka mid a qaybo ka mid a وجمعناها وين درجة كم ينسى جمع دعمه جمع دهنيسة جمع الكولوري كبي وزارة المالية سيسا بالوضع أن سلينا هاي وهي ما هي شغل الكولا سيدا أوكالا لايبريريا لايبريريا جمع دعمه وصنع كالغرض من أفريق طولك أن نعوون هاي سنة ونسمعوا بريني يا لايبريريا جمع دهنيسة يا لايبريريا غنك إنتما وزارة المالية وهي كبسة بجرة الغرض من أفريق طولك ووالك بحنك لكن كان اللايبرري مجال البربراء يوصل كلامه للنشر في موقع العكس دي تمر ودور الجليدي وهي ما حلا حديدي حاجة وحبار الشراء يا قوانتا يكون غاد الديرة والمسؤول هنا سنة دول مرتي هنا وح معقولة كبيرة هنا سيدة أوكرة تدك الضيطة أبدا أقومها حرمها أقومويك إيو تدك قباح حرمنا ذكر الدول سبديمك إيو نميرتا sayidka ama jirkooda qayb ka mid ah oo qabaan ayaan budget ka bilaabnay loo ayaan bilaabnay oo inta ay helay laabkeed ka dhignay labada qoysha ee toogan diila ilaahay waxa ku jira budget ka soo kala dhismayaasha wasaaradda badan oo imanka dhisayn iyo kuwa horo dhisay intaas oo ilaahay baa subhanahu wa ta'ala uu mahad cilmiina nawaafajiye waxa ku dadan inaan intay in kala badan si qabano saada socotaan miisaaniyadda qaranku 2019kii waxa laga qaaday 74 milyan oo dollar maanta 200 milyan bay isticmaalaysaa waafajinta ilaahay tawfiiqda ilaahay iyo dadaal qaranka ku wada dadaalay ayuu runtii ku yimi hase yeeshee qofka soo wadata iyo qofka soo dadaala abaalka iyo mataqaana waafajinta ilaahay subxaanahu wa ta'ala iskale وحنا قبلي وفجت الإلهي بن علينا وهي وقت صوت قبطه وإن أضغطها هذا أود إلهي كل سنة إن أنا قبطين
كنت سأسوي إلى أي من مهضقنا فأخلو المهضقنا عدتس ونقلق إبادتي حوشا سلاعي تحي هدنا حكومة دوانا للدليلة وح بضان وبيننا ولقى الشيئة سوما ضينينا نوخ والضينا حضابا كتوابنا وايو تطوية قاعدية يجا كتوابية ومدى كتوابية أنا كفيوبا كتوابية ضرينكا بردبا كتوابية إندها وحكية كتوابية تطبعنا حاو خلال السيئة يعني وحي تعلان هاي انتا وحبالا تسير دولة نقدم بيسانا سيدي والوحرين شبتون تدمرين وحن تصوما أنا هو مكسر نوحا من الوين لك وخلال السيئة ما أنت وزارتي أنا أول السنين ويلي سيئة إنك روي كوكوشي اسمي عشاء بروطة بغنة يوم مطاقكم قيمة على أن كنتي وناك التاقير بيسان وحن تسليه الكلمات أي ضبو كاي لحظة إن أنا وحبيه بي وحروف الشيء يا محكا إن غير بكتب تريسي ويقول وحن إن شاء الله تعالى أبلا قادنا إن أنا محكا يو هي أدبا إسلام البرتاجي دونو وحكسو أنو أودنو سيكوه ديسو تاجا أهلا يا أبارنا سكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بردي وحن لك إن شاء الله أنه ربنا هذا اليو ما نقولك معك إيو قدوميها هيكتا شغالها وردي كسوه يكون بغيرا وجدت الله أساسي حياة الشقالة وحاو بارا دولة سوماليلان وحيو بسطعي إلي برشدة لكوه قابسو هو مر إيا دقالة وناكسن إيا سيدي دلك القريقة لوغا صوصان الهاتف على كوريك سيئن هوز بسبب كتوبة روتي وحا إلهي مهدية وحتى هاي يلو يا رب الفخر يا يوم محو هاي غنية لكن ما نروح على نقول ماما رب الفخر يا يتقني ومعليه هدية هاي حتى يعني نفرد يا كرك عنه وان هذا لا يفعل فعله انت الكلام ربط ونوض لك بدون هو مصر ايه هو وحيما أنت ودلني هاينا سيئا هو شيئا حياة الشقارو وحلون ديالي إيه صوصا أبتو شقاريه كوحا إلا برشدة برسو مالا إيه شعب كيدا إيه تلماما سيئا هو مركب وقايا ما أنت روحي مصوفيني وأن يهلك بدوني قايسيني شقاريه برشدة هكيها وحيا الله الله ربما الله كمية بيرا كلوكا معدنتا يشدا شغالها يقصد لأن ما تقول حكي كوريه حيادها عنصر شاكي الدولة دولة هاي اللو متبقى لي إني نمعوني كنو عاصر كفاية بسكول دولة 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 ويسا إن أي كنت رقران أما أي توسطور سيدا وخلو صوته حتى يتعي معالي تاع الشيقي يا خيرات معك وحمان تاع الفلينة ونغفل يا شقالة هوتين نفريا حوش البلارا إيه إنتالي إنه يوتو ببطين وحانا تاكا مرقا وحييبك وحسوب بني ينجيغو هور شقالوها والله يا مين هرو هور ببطين صدح سنغلون أيه إبك بني يكون قليل شبيه سيدي أي دلك اليوم بدون الحقوق والحياة إلمي الله الله مرتا وفي الله سيقوم مرتا من وجه مرتا إنه شقاكو فيرو أو دبين دو حقوقها مشيها لكو قاتو أو نفتي سيقوي سيسكو معنون ننوي الحقوق مرتا وحالا مرأي إنه أمتي سكاكا سارو قال شد أي شيء أيوه حبطة إلى يوم عندي كبرية إن أنا بطان كل الكل يدخل إن على جالسية هي بوابة وحبطة إيه أيضا نقول كل تين بسورة وحبطة ده بيتنا قال كذي يبوك بركبة الهوسي لجليا لبلا قفوا حروك الجرنية من ده حكى سوق كهلا ولا براي من ده هذي اللي ما لهوش روف كلا
وحي الله بري سنو مفيد لها سنو وحي صدو احتراح لها سنو مدي سوو فكر لها سنو وحي وبرتر قبل لها وحالي بسول ويليا حيرك حسين مانتا كشين وحي ويليا لكفر ليو إن إله إلي بكر بقلو ويدين فضيلو سنو بلدان عوشينا أبي أبو مالسلتين والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القضام قرن ما يهدي معهد تولدت عن بسيئس أيضا كان عبر تويا لماها معهد عادية هدي مركز تيادة معهد كان لأيضا وحجراء سنة كيدوي وحان قصو قاطني دولة إيطوبيا و سيفل سيرفيس يونيفرسيتي و فيتوبيا وحان قصو قاطني لباطن مصر و ضدكي كقل انتبيه هالكناها انغط الرأي تامعات سي مركي اي هالكا كسو قل انتبيه وحي امان بطنو غدده إني مسيان لواتن أرطي أوكالي أو ماسترا إيو شمبا جولارا محاي تاسبوتي وحي كنتي مبتدار كي هكال لغا سنهيي معاد كي سنهيي كنتي شقاليه كسو بحيي معاد كي أيوبا كنتي نلغسيي نتيجة لي أي كورو هكالي تراك ديبا نلغسيينا حتى نغير هذا كي تاسبتي لن يبتي إيو تذكروا بسر رئيسة بعطان ارتوية هاي روح ملاقوه سيئي كي بيهي يسو 3.2 موجي اعطوه مركي قال انتبه يعني مصر كتادة ليه تذكر ستوه بصوب حريان ومعه كشقالة هونتي حكومته المي حول الإنسان محلة و professor كان تام عطى يدنا هاي الساعه ما حد كتب شيء ما يعني هو تام عطى اما علي بنتي وسير كمالتا هي مدحويلها هي مدحويلها بحجاكا هي وسير كمدحتو يدا و بنتي دلال وين مركي العقتي اذا لقيت وجهي اي لقيت وجهي سي لقاليه أي بحجة اليوين بي بيدو ورطت لولدها كفارة قاطي وهمتي 2015 كوحي كبح الهاي وقال إيادها كفارة قاطي حكومتها آدي آدو المعتين معطلقي وحاليك الرئيسيين محلة وانكتب القيادة منتا وسيناد الله صنطا وسيرك تأخذ مآد ومعتني عسوم وضلقه يطلق شقاليه سهدي يتير علي يوحي لتوبر يبا وفاوكي أنا أقول لهم بأم السعودة ما كان تأمري كان عطا نهان كابوهي وارتدتك يسوم يسوح وين شقاليه الدولة تيين تيين وسهل لها بيها يبهن ورحب النعلي وحي هوسي مادان حكومة دات يمامو خيلو كايسا كميث كايانو بقال هانو سيبو ندرا لإلا كيسي وحان إينا وحي طوبري كبر يا وسارة داس إنا نهي كرين لكي إنو بصوح رجع معطا يلا تريد إلنا سيديان هرون شيري إبكا سقالي عمو تفاي صنف كان مؤسسة كدولية صدح دائما ومصفية قلت السي اس اي اللي قبلهم وحيا هاي قبل السي اس اي وحيا كل سواء امتحان فلك علي هو قصوا بحي جامعة هذا الطلقة انبع عنوها انبعها تهنيسة انبع بولس ايو حيا تقلق اللي تنبيهنها قلت إيجا من بوانكا وانكا يتوبا يتريد وانكوا سياساي حتى با حكومة يشعب إلى نطيب الآن
شقالها الدولتة اللوغو خلقها وططيضة لي هل كان يقول روحة يمكسنا قلت هو يكون عيكا يمكسنا قلت هو يكون عيكا يمكسنا هل كان يمكسنا يصدر ماذا كان مجيئات وانه مهدقية أنا مرحينا قلت إذا أوبا مصرية وحاكي وانتغالي هذا الكلام أوصي على الوية محاولها يجب المسيرة مرتنا يوهينا كنت أولا بطبع خطا بيا وحن قصر نوين يا الله في دورا حفلتنا مدحوية بريلينكا عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وضريان يبرو إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سراكب وحمانت الدماتي فحيطاء حفرتنا قل الجميلة سيئة سعيد أدريك قل الجميلة سيئة أي لمانت الجولة لمانت فحب النوطاي إلهي وعنا محمد ويش سمكي كان نغو النبضة لدل كينو النبضة وحمانت وراء أمّا حمّا قياء أمّا حمّا لين يركو أرضي لك أن تجيسي ما أنت محكّن الواليين تليه أعضي لليه المسلمين تدولودا كالدولي وحالي أمّا قواري حمّا لي حمّا لي عليه مركع إيوه حنا أدو أمّا حمّا قياء معلمين تي إني صوتي وبرّي سيبو دلاسي إيو ما أمّا رياشا محكّا أعطي طاية ما رأيها لا في عشوك عشان إنه يقولون بس تعجل سينما تقول مر لها وأنا مسلم لهم صار إن هذه كل كين بيتاعي غير بين السوق كبيه والآن ما هم قاعدين هاي لين السوق كبيه كوكو تاعي هاي اللي يو بي بي كل كين لا ودي رح تاعي غير بين السوق كبيه هذا سيد أنا ما أنتوا فيلم دينا ما ودي نوي بيجي تاعي تقارنوا بين له وين كبيه هذا أي برضو ما هم قاعدين وأنا واجب خرب إن الدلو اللي يقولوا الله فيه إن هو شيء يستعجل هذا السؤال مركو روح الله إذا ما حضر الفضل الجريرية إنت ما أنت في الجريرية قلت روح الله إذا لوحد مليه يقوه شقالة وحد كيد وانت جامع راح كلك أردت أن أروح إلى المرقص تعريف البركين شقل سيئلو هذه الأول كبير وفكرة إن شقلو الصمراء لكن ما أعتمدت الواحد لا هيمين أو لكن بيني توجي أو لما أعتقد الله تعالى ما كان لا توجي أو سوي شيء مني كثير بعكوا بورناي كسمرة واللود لا اليوم أنا كيرين وانا كراسي وقت لكن سمعت السمرة يقول كيس سديد واحد يعني شقري ما حسيته جدال ميت هو برينا عمل ما تلوط تعليم الرهبية إن جدال كريم يحب الإشارة وحوين ذلك والدمر والدمر حق الهرمان انت أقوي هذه به أيوك الهرمان مكان وحلول بهي هاي ما حتى علمين كالا ترسل قصة سنة وكيفتين إن الحق يحفيز يسارب بي هاي كبشقيني سي إن الاسفل بكي كوبو وسارينا قولنيا إن مكان إكا وحبرتي وكب بيولتي أشتركي أخير برمي وقتي سنة والسلام كتير درجة عالية تنبيه يعني كتير درجة الحرارة هذي سوتي كيان درجة ما لو سوء احترام يعني سوء درجة مصر يعني أقول تقول إذا سوء احترام إنه إنه خليه لك اللي يروح عن غير التاني أي نتجاري يعني كبرهم وقف الباب وانت سيرك تسيسه لو ما رفع لي يعني يعني يكون بني وسعر تما كان كتبه وعلى دوت مقطع إلى ما يمشوا دل واحد ما يمات المدو دل واحد تسمى الله سوصوه قشري حلو كسوه قالي
مراحل وسجدي وين بدل الله خروج صادي وقتي إن بدل المدري سو مالا أجاو توسعي سي أي ما تعيين رجوجين أو إلا كي سهل غير كله نكي الله هاي بقى هل كيف خصوصا دوا سفشيني يوم عرفي سن ما إنه سفشيني لكن سنا عارف بقى كنا كين ما رجع من مرة وحلا معارضوا إلى ما في حلقة في دماغ وحيلا كا أضيع معارضوا كبيرة هذا اللي بعرفه يعطيني خروم عارضها إن السكيورتي هي من الدحين حيلا إن لما تعرفها كي نجح هي وحتى منك معارضه ولا ذلك ما كان بطاعته ما هو ذلك حكومه ذلك حكومه دوري سيدني روما حكي ذلك حكومه دوري سيدني يوم وإلى ما هي أنا سكيورتي أنا دحين كأنما غير ما يتبلس وعلى تهالو فوتشينالو عشان حبيك تري يعني كفك السوق شقاي عليه وهو اللي خط طبعا ولي نشقي وهو خط الله طبعا وهي خط لنا السوق سيلو ما في عم قطو إنه وهي خط الله قطو سيلو لكن زي المدين بعشرة اللي نجمع قطو معلومة بين هذا كي جوتو قطو ما دري ما يحصل ما بدنا نتركه نرتكا وحدونا يجيكم الغرامة هذي وحين ما معلومة بعد السوق سكوا تلفزيوننا قبيلنا يبقى عين الجودة والميل هاي وارتبك يبقى الرجل أنا يبقى أنا سوف أقوله العين الجودة لها وقت جيله براسك هاي هاي يقف واحد وزيرينه لما تجيرينه لكي سيب من وسيدينه في صلاة برحسنين معارفه في صلاة صدح أفضل لنا سكون حسنين مالك الوجه إفربي واحتمال بعدها منهم يأخذوا وحشين وسيدينه هذه شكلها إنتوا شرطان هذا الرئيس أضيفه هذا أفكاره أفضل إنه يسحس به لأن هذه كل يقول إذا وكمل سكمل هذا الضوء وما تفوت على عيني يعني نين هذا كيف رباحي ومن كمان هذا كيف يروح عليه دورنا حتى بيسو هذا شكله هذا كل هذا مستعمل واحد كتبناه ويتو ورسم مصور عليه الله وقري بدحوينا التناسبي ومعرف شركة التناسبي وركع صورنا السريع هاتون معها بدحوينا من أحد المحادة المسيباني ومشرح بدحوينا بدحوينا معلم لهم تاجم يحس لكل يوم الشرحية سرشاك السريع سرشاك التنجل في بسكورة السريع مركي سلواتي أفكر نقطة على إني نقول عشان إني نقول إيه لكن شو سمعت بعد ما في سيناريو واحد فاهم ليش ما يصير أصلاً ليش ما هذا يعني أفكر يقول غريب أفكر يقول كم يقول جهل غريب وبعد ذلك لو كمل يوم ما كنت مشرحة حتى على قصيرة إنت عارف كم بس ما تفضل وين طالع ما تطلع طالع إنها معلنة وحسنها للعيد وحلينها ونروش جيد خيبان وحران لأنه في القفل وراك عيه حتى حتى حمارسه وإنه لا يمشك بشي يوم حبيب وإنه لا يمشك لكن سقفل من هاي الكروحة وطلقون الريسو لديك اللي هو نفرش وحي ما يخل طبعين من الوت والسيوم وطالش وشط وربوه لكن سمحنا للهي نيكا ورايا تركانا بالسمي دولتنا المحمد قبل من حلاقة دوام السيطرة عفر سنة واحد سنة عمك يوم انت وضل لسطين انت قمعت لسطين المساعدة لسطين دقاء اسمدرية بقول مليان يجدد مداخل سنوان اسمدرية كيدا معكو ميزان قبل عمتين كنتر مليان وما ترى بقول يسدين تنمس عاشو بيا معيس عفر سنة عشر سنة كيوم بقول يا عفرت مليان واسمدرية ووح عادي ويح وأنت تكون هذه الأيام جلسة أنت بسوق هي فرح الله راح أنت بمعنى إلى أن نوب بحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحكومي الريان صدق لا أنت مصرية سعر لبارنا وحكومي الريان لبارنا لبارنا مانيت من كوحة روسة هي عبد شكور عبد حس وقصر Thank you.
arday badan oo maxad ka tababarka shaqaalaha dawladda ka qalin jabisay oo isku jira shaqaalaha dawladda iyo waliba kuwa madax bannaan ayaan jecelay mid ka mid ah ardayda qalin jabisay isagoo inoo sheegay magaciisa iyo waliba waxa kulliyadda uu ka baxay ee maxadka بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamed xiis axmed waxaanan ka qalin jabiyay kulliyadda public administration oo macnaheedu tahay maamulka iyo maareynta runtii aad ayay dareenkaygu ugu kacsan yahay aad baan u faraxsanahay maadaama oo aan sugayay aan soo gaaray hayaankii aan aadka u higsanayay ee aan muddada dheer sulisay maanta oo ay tahay 14/10/2014 waxa ay noqotay maalin gaar ah xusuus gaar ah leh maadaama aan qaatay maxaday degreegii koowaad ee aan ka qalin jabiyay kulliyadda Barbarian ee macadka hay'ad shaqaalaha ama CSI Civil Service Institute waxa aad baan u salaamayaa dhamaan ehelkeygii iyo dadka asxaabteed ahaa ee gaar ahaan waxaan si gaar ah u salaamayaa hooyaday macaan ee Hodan Maxamuud Faarax oo runtii i gaarsiisay heerkan soo taaginay aad baan u salaamayaa si gaar ah u salaamayaa aad baan nasatiin ku waxaan ku jirnaa ardaydii iyo waliba shaqaalaha dawladda u badnaayeen haddana khaldanayn ee maxadkan ka qalin jabiyay inaan kamida ardayda qalin jabisay oo faraawliyo qurux badan ay ka muuqatay oo magaceeda ku bilaabaysa iyo waliba kulliyadda baratay بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Faais Umar Cali waxaan ahay faculty accountant baan ahay markii hore waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay markii xiga waxaan u mahadnaqayaa waalidiinteeda isoo gaarsii halkan maanta taaganahay aad baan u faraxsanahay waxaan mahadnaqayaa maamulka jaamacadeeda dhinkayga waxaan hambalyeynayaa ardaydayda ka qalin jabisay fakulada kala duwan aad baan u faraxsanahay dhamaantood waxaan leeyahay hambalyo aad baan u mahadsantahay inan kale oo kamida iyaduna ardayda qalin jabisay ayaa jecelay dareenkeeda bal inay ka waranto maalintan qalin jabinteeda ku beegan
بسم الله الرحمن الرحيم راهاندي درانكي مسو كوبي كره ما انت ادي اد بن فرحسن هاي واي واسند غوردي وحن نسو تبع استري ياريس ابتن وحن تاغني جراتويشن وحن مركو هريسه ما هاد الهي مركي خيقته وحن ما هاد نقي والدكيغي يغو سو تبعين تاسو دن الله هركن سو غارسيي مركي خيقته وحن ما هاد نقيا دمان شقاله وينها ما حدكا هايد شقاله دولدا قدوميها دينكيغا مصطفى احمد وناد سدغنو سلاميو وحن لهي هاي هم بلي هم بلي نكله وانا ركنا وادليارا إن هديو شغالها دولة دياي واحدة وكترسية هاي. الله الرحمن الرحيم ركروا سواح واحد إن سلام يا إن دمان محد كا أيان سلام يا هل كان سوق عرسي تريرس بن كتير كراجوي شمان ما أيان مانتنا تشوفنا إلى هيبا محلة مركا واحد إنت سنة سوق وحاجتي تاجن من دليارا وكم إذا أرديك قلي تبصي محد كتبرك شغالها دولة وانا هاي شغالة دولة بل درين كيسة وحا او برتي يمدد صدح سنضوضة او برني وحيابي وكار كينتا وكاح سوستو بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قواس حردين محمد اسمان وحن كاملة ارددا كغلن كبيسي ما انتا مع كامال كامعات السياسة رنتي وحنا هاي ارد وشقيها هاي ذا برايفت كا ما لوكال انجيوز كا رنتي وحن برتي بابليك ادمينستريشن او مامولك دولدا سيد الله مامولك دولدا runtii muddadii 3 sano ah ee aan dhigeenay macadka waxaanu ka baranay wax fara badan oo ah sida dawladda loogu shaqeeyo sida loo toosiyo waxa kamid ah public policy public administration waxaaba fara badan oo aan runtii isleenahay waad in magaranaysay korbaad ugu soo qaadi kartaan maamulka ama habka wanaagsan ee loo maamulo aan xafiisyada dawladda runtiina waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa inaan magaranaysay mustaqbalka si wato wax barashadeeda ilaa heer master isla markaana aan ka siin aan ka mid noqdo shaqaalaha dawladda oo markii hore u shaqeyn jiray imigana aan doonayo inaan dib ugu noqdo oo aqoontii iyo magaranaysa wixii aan ka bartay macadkaasi aan ku dabaqo dawladda si aan kor ugu soo qaadno maamulka wanaagsan sababtoo ah waxa weeyaan good governance wuxuu ka bilaabmaa tayada shaqaalaha aan magaranaysa dawladda oo kor loo qaado sidaa darteed aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay aad iyo aad baad mahadsantahay dawdi la nabo kala qayb qaadanina ardayda farxadda maanta ka qalin jabiyay siyaasa ama maxadka dawladda tababarka dawladda ayaa waxa hadda tan dhinac taagan inaan ka mid ardayda qalin jabisay aan weydiiyo dareenkeeda iyo magaceeda iyadoo ku bilaabaysa anigoo ah faadma maxamed ducaale dareenkaygu aad ayuu wanaagsan yahay ilaahayna ayaan mahadnaqayaa qalin jabintan iyo ilaahay sida uu noogu soo garab galay waana mahadsantahay tv qaran tv ka qaran maxaad rajaynaysaa faadma waxbarashada aad sii wadatid ma jeceshahay إن شاء الله وحن جعل إلى المستر إلى مستر إنا كجارو تطك يضل كبينا وحقو قبطو لما وح السلام يا ومد سومان لا نوردن أنا جو جارو سي سلام يا أبهاي محمد دعالة علي هو يدي هذا نعود لما يا رضي ذي ذي لقى إنك بيسوى أنا دش على هاي وأنا ما هتسهي تي في القرن أنا قناد بفوقهم هذا العلم المركب وحيد نعتا جنا قسمها مملكة وسارة عدالة سومالي لان أو يديو مقعدة يولي بعد درين كذا أي كبلا بس aad baad u mahadsantahay aasiya magacaygu waxa la yidhaa Mune Ibrahim Cumar aad ba maanta dareenkaygu iyo farxadayda ayaan u faraxsanahay iyadoo ah degreegiigu horeeyay aan ka qalin jabiyo jaamacadda dawladda Civil Service Institute waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan shaqaalaha maxadka macallimiinta advisor-kaygii supervisor-kii dhammaan ardayda class mintigayga oo dhan oo aan leeyahay dhammaan team congratulations waxa kale oo halkan ka salaamayaa madaxweynahayga Axmed Maxamed bin Xamed Siraayo madaxweyne ku xigeenka dhammaan shaqaalaha dawladda oo dhan iyo ardayda class mintiga oo dhan aan leeyahay hambal iyo aad baan kugu mahadnaqay bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa leedahay Axmed Xasan Ducaale waxa kamid ah ardayda ka qalin jabisay faculty public administration waxaad ka shaqaalaha dawladda waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta gaari himiladii iyo ujeedadii aan u tagnay maxadka shaqaalaha dawladda ee ahaa in la kor loo qaado tiida shaqaalaha dawladda aad ayaan ugu faraxsanahay waxa halka salaamaya dhammaan bulshooyinka Soomaaliland madaxweynaha dalka madaxweyne ku xigeenka golayaasha qaranka maxadkaygii iyo asxaabteydii iyo waliba ardayda aan qalin wada jeebinay muddo 3 sano aan meel soo wada joognay soo kaxa salaamaya TV qaranka oo naga duubay barnaamijkan oo aan leenahay waa ku meesantiin hawsha qaranka u haysan dhammaantii qarankeenu shaqeynaa aad ayaan idin salaamayaa annaguna aad baan kaaga qaadanay bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa Cabdirashiid Caydiid Yasiin waxaan ahay la taliyaha wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dhinaca arrimaha xidhiidhada iyo olombikada waxaanu ka qalin jabinay oo aan ka qalin jabiyey public administration faculty muddo 3 sanaad aan u soo dhawar adeegnay
وانوغو مهدن انا ان دولت دا سومالي لان افرتز دانا سيساي وانا اياد وانوغو مهدن انا وحكالونو مهدن غيا مرود ايدا فردوس محمد حاشم فردوس عقوينه oo muddadii aan waxbarashada ku jiray anoo waalid ah oo lix caruur leh iyaduna ay dhabar adeegtay dhirigelin badan ila garab taagnayd waxaan kaloo halkan ka salaamayaa iyagana mahadnaqay caruurteeda TV ga qaranka oo mahad celinaya dhamaan muddadii aan soo dhiganayna maamulka CSI dhinka yagii iyo macallimiintii kala duwanayd ee wax noo dhigaysiinta boo mahadnaqaya mahadda ugu weyn Ilaahay baa leh talabaadna waxa leh dawladda Soomaaliland ee fursada مددي عيش رتين نسيسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مقع عيلة رسمة عيشوري الشبال أهنا أرضي ذاك قلن شبسي سنة 2014 شام عادة توبركة الشقالة سياسة هيدا أهنا أرض برايفت ها رنتي وحنا دي أدغفر حسنا هاي إلا ما أنت كقلن شبيه ما عادك توبركة الشقالة ها سلام أركا أنا أنكو قولي سينا كقاتو شهادة بيتشل دكريغا رنتي ما هاد كوادي وحن سيني إلهي marka labaad waxaan aad ugu mahadnaqaya family-ga iyo haaskayga caruurteeda dhamaan macallimiinta asxaabta aan wada dhigineynay macadka sidoo kale waxaan mahad gaar ah siinayaa bahda saxaafada aad waxaan leeyahay aad iyo aad oo mahadsantiin in casuumada aad nagu casuunteen sanad baan kugu mahadnaqay bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wa salaam ma caywa ismaaciil cali abdi waxaan ka tirsanahay ardayda private-ka ee ka qalinjibisay maanta tutusafoodinka in macadka civil service aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maanta inaan qaato degree-gii koowaad waxaan u mahadnaqayaa dhamaan dadkii ka qayb qaatay hawshaasi iyo jibril Soomaaliland madaxdeeda iyo qarankeeda iyo cidii hawshaasi suurta gelisayba magacaygu waa maxamed yuusuf maxamed ka tirsan hay'adda quality control Soomaaliland quality control waxaan halkan ka hambalyeynayaa ugu horeyn maamulka iyo macallimiinta hay'adda shaqaalaha gaar ahaan macadka waxaan hadana halkan ka hambalyeynayaa hooyadeeda abahay ee hooyadii Saafi Moog Axmed iyo abahay Yuusuf Maxamed Aadan dhamaan walaaladay iyo waliba shaqaalaha TV-ga qaranka waana mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Amin Aadan Cabdi waxaan ka qalin jabiyay in maxadka shaqaalaha dawladda CSI in faculty public administration in waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan noqdo ardaydi koobaad ee honorka ka qayb gasha in dawladda in aad baan ugu faraxsanahay waxaan halkan ka salaamayaa family-gayga ugu horeysa hooyaday macaan Kiin Cabdi Diiriye iyo dhamaan caruurtayda oo dhan waxaan leeyahay in farxadda kale way gala qayb qaadanayaan aad baa u mahadsantihiin moralkii iyo dadaalkii iyo time-kii aad ugu bixiseen ba idinkana waan salaamayaa anaguna aad baan ka qaadanay walaal magacaaga adoo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa Khadra Haaji Yusuf Nur maanta waxaan aad baan u faraxsanahay waxaan ku hambalyeynayaa in qalin jabinta maanta aan qalin jabinay munaasabadda macadka CSI waxaan aad ugu mahadinaya macadka CSI-ga iyo macallimiinta maamulka kulli aad baan ugu mahadinaya hambalyo kulligi anaguna hambalyaan kulleena bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Xasan Qowdhan Soomane waxaan ahay ardayda sanadka ka qalinjibinaysa maxadka shaqaalaha dawladda kuna dhigan jiray qaybta private-ka maxay ahaayeen sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay ii nagu sumay amniga iyo iimaanka sidoo kale iyo family-gayga iyo dadkayga la qayb qaatay inta ii socotay maxay ahaayeen waxbarashadan iyo jidkan aanu ku soo jirnay waxaan leeyahay aniga saaxiibtaydan classmate ka hayn iyo family-gayga hambalyo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan ka salaamayaa dhamaan ummada muslimiinta iyo anoo halkan markii hore Ilaahay uga mahadcelinaya kana mid ahaa ardayda qalin jabisay siyaasay maxadka tababarka shaqaalaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhamaan waalidkay asxaabtay wasaaradeeda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo wasiirkayga aan si gaar ah u salaamayo telefishinka qarankiya shaqaalaysna aad aan u salaamayo hambalyo ayaan leenahay maalintu waa maalin aad farxad leh munaasabadana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anaguna hambalyaan kula bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Khadir Cabdullaahi Waadan waxaan ahay iskuduwaha mashruuca dhalinyarada ee gobolka Hargeysa ururka Bishcas runtii waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhamaan ardayda qalin jabisay waalidinteeda iyo dhamaan ka soo magacaaya muqay garanaysa waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo igala qayb qaadatay muddada wax soo baranayay iyo dhamaan shaqaalaha telefishinka qaranka anaguna aad baan kugu hambalyeynay mabruk baan ku leenahay magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamed Ibraahin kana mid ah ardayda maanta qalin jabinaysa 2014 kana baxay macadka CSI maanta anigu aad u faraxsan oo ah sanadkii markii labaad ee qalin jabiyo waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhamaan hay'adda ka socday ee Banka Soomaaliland dhamaan ardayda isugu galaaskeen macallimiinta waxna soo bartay
dhamaan iyo gaar ahaan waxaan si gaar ah u mahadnaqayaa Aasiyo iyo TV-ga qaranka waxaan leeyahay waa aad baad u mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم آسيه آد بدو مهد سنتهاي سيدا في عاني نغلا سو قيب كشين حفلة دي graduation كا إن آد بانوغو مهد نقيا أمد مسلمين تو ميل كستو اي جوك تو وسارة دو ورفافين تو انكا ترسانا هاي آد بانوغو هنبليين ايا محد كشاقالها معالمين تي قالي هاي دي كلا دوانيد ايا قون تفي عان اي برتين رونتي انت بدن مدير سادة حسن الله نقول شو بيجي علمي قودي لما أنتوا أدب أنا قوم هاد نقيا والد كي بانو هاد نقيا هون تيجي سورة جري هو يدي سورة العبد المرائي أو أباه محمد حسين أو أنا قو هو يا هو عرور هيستنا عرور تيجي سيري بتشرو وقت تيجي سي أباه يقول ديري قلين شري إن ولا على ذي لما أنتوا إن محمد حسن بان أم هاد نقيا هون تي يقول ديري قلين شري سقنا إن معركة هير كأن تاجنا هاي يينا هل كان سي دافو إن دمان وحن أم هاد نقيا ما حد كي يجي ardaydeen wax la soo baranayay muddo dheer online yahay insha Allah inta ku kala tagimayno waxaan halkan maaragtay rabaa inaan ka salaamo madaxweena jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamed Siilaayo xaaskiisa marwada koobaad Aamina Maxamuud Aamina Waris madaxweena ku xigeenka xaaskiisa iyo dhamaan wasiirada golaha muxuu hay baarlamaanka shacabka Soomaaliland wasaaradda warfaafinta oo ka tirsanahay oo ahay maamulka aan kamid ahay dhamaantood oo hanbalyeenaya hooyooyinka muxuu hayay iyaga laftarkooda guriyaha fadhiya intay wax barteen danada ay waxan leeyahay in aqoonta laga ma duugowdo ma dhamaato anigu saddex caruur aan haysta aniga muxuu saddexda caruur haysta waxa waa degreegaygi labaad anoo keyga hore ku qaatay proficiency-ga mass media and communication kana waa key labaad public administration waxaan jecelahay aqoonta aan bartay inaan umada reer Soomaaliland si daacad ah oo hawlkarnimo ugu shaqeeyo waxaan ku hambalyeynay madaxda inay aqoonta aan baranay in dhalinyarada uga faa'iideeyaan dadkii aan shaqada aan haynin markii hore wax bartay iyo maxadku uu tababarka siiyay degreega qaaliga inay iyaguna ay maartay waa faa'iideeyaan mujtamaca aan ugu shaqeyno hambalyeyn baan dilayay oo mahadsantii anaguna aad baan kuugu hambalyeyn Allaahu raxmaan raxiim assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Saare Maxamed Cilmi waxaan ka mid ahay ardayda ka baxday faculty public administration waxaan u mahadnaqayaa maxad ka hayda shaqaalaha dawladda civil service institute oo aan oran karo waa maxad aad aqoontiisu fiican tahay maamulkiisa waxa kale oo mahadnaqayaa ardayda ila graduate gareysay inamaa hablaba oo aan ku faraxsanahay dad waaweyn oo aan wax la barnay anaga oo dad yar yar runtii ina motivation noo ah aanu doonayno markaan xilligooda gaadhno inaanu insha Allah bismillaahi kariim aanan dhigin qalinka aanu iyaga ku dayno nana motivate gareynaya anaga dad waaweyn wax la dhiganayna iyo meeshayda oo aad u fiicnayd xagga aqoonta iyo ardayda juhdiga ay geliyeen waxaan la dhamaantood congratulations fakal kasta oo maanta ku qalin jabinaya xafladan aynu joogno waana mahadsantiin telefishinka qaranka iyo dhamaan saxaafadda ka soo qayb gashay assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ilaahay baa mahad leh mar labaad waxaan ku mahadinayaa maxadkan aanu ka qalin jabinay oo anaga oo shaqeynayna waxbarasho nan nasiiyay ilaahay baa mahad leh marka anuu waxaan ka socdaa wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta iyo gaadiidka marka waxaan ka salaamayaa madaxweynaha marwadiisa madaxweynaha ku xigeenka iyo marwadiisa wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhamaan shaqaalaha wasaaradeeda ayaan halkan ka salaamayaa rag iyo dumarba agaasimaha guud ayaan salaamayaa iyo dhamaan agaasimiyeyaasha waaxyaha waxaan jecelahay waxbarashada muhiimka ee halkan aan ku qaatay inaan dab ku dabaqo wasaaradda aniga markii hore xisaabiyaha wasaaradda ahaa inaan ku dabaqo oo aan waxbarashada aan qaatay aan shaqadeeda ku dabaqo hada wasalaam bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin salaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa mursaliin sayyidina muhammadin wa calaa alihi saxbihi sallam maanta bisha 14 bisha october 2014 waxaan aad ugu faraxsanahay qalinjabinta maanta waan ka qalinjabiyay macadka jaamacadda USI qaybta diplomatic management ee ka qalinjabiyay runtii runtii aad baan ugu faraxsanahay adiyad ka soo qabta kale yani igala soo qab galay waxay garab taagan xaaskaygi waxay garab taagan ee tayd yaraydaas ee andalay adiyad dad maanta farxsan runtii farxad aadan la soo koobi kareen ayaan ugu farxsanay adiyad dad kuma maasantiin anaguna aad baan kugu mahadnaqayna adiyad dad bismillaahir rahmaanir rahiim hambaliyo dhamaan ardayda waan u hambalyeynaya aniga u hambalyeynaya odaygaga axmed abdullahi ciise hambaliyo baan lahayd dhamaan waatay dawdeesha qiimaha badan intaas aan ku soo afmeerina barnaamijkan ka yeegineey boqol iyo soddon iyo afar shaqaalaha dowladda u badan oo maxadka tababarka shaqaalaha ka qalinjabiyey waa dhinaca sawirqaadida maxamed caqli hadi iyo saciid maxamed daahir farsamada iyo isku dubiridka barnaamijkan oo maxamed caqli hadiya anigoo ridwaan caydiid ismaaciil ah iyo barbaarta tv-ga qaranka oo idinku dhaafaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
أبر بريابا إلا وضع برتا